بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب بجعل هذا البلد آمنا رب جعل هذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وبني أن نعبد الأصنام رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ وَمَنْ وَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَمْ بَنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
بهم تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم.